الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. نحن الآن في منطقة عدرمان، غرب أو شرق جبل التاكا أو توتيل، برفقة الإخوة، الأخ حسن كما ترون في الصورة، الأخ حسن خلفي، والأخ الشريف الخليفة، وأخونا كذلك علي خليفة. ونحن كنا في جولة في منطقة عدرمان. جاء لأخونا علي خليفة، فليتفضل مجزيا من الله مشكورا. الله أكبر. جزا الله خير أخونا آدم وبارك الله فيه. فنحن كما ترون أيها الإخوة في جولة تفقدية لبعض مهمة شديد. فالشرق ده كمان يا جماعة الناس ما تتجاهلوا، الزراعة فيه ناجحة وأرض خصبة، دار خدمة من الناس ومن الحكومة برضو تجتهد عشان يعني تشجع الناس، سواء كان بالتمويل، لأنه شعب الريف دائما شعب يعني يحتاج لجهد من الحكومة حتى يرتقي هذا الشعب، عنده أراضي شاسعة لكن خدمة ما لاقي. عشان كده نناشد الجهات المسؤولة أن تهتم بالزراعة. والسودان والحمد لله غني بموارده وغني بخيراته، وربنا حباه بخيرات كثيرة، لكن نحن لسوء استخدامنا ما قاعد نلقى منه. فنناشد الحكومة أن تدعم الفقراء حتى يعني يستفيدوا في فترة الخريف، هي فترة بتاع إنتاج، لكن ما في هناك تشجيع من الحكومة، وفي تجاهل من يعني الجهات المسؤولة لهؤلاء الضعفاء الذين يستحقون المساعدة، حتى يعني ربنا ينزل علينا الخير والرحمات. إذا كان في العدل في إن شاء الله الخيرات تجينا، الخيرات اللي إحنا ما نرجوها من الدول اللي هي تعتبر يعني عدو للمسلمين، والآن نسعى وراء أن الحمد لله خيراتنا وفيرة، لكن دائرة مننا أيها الإخوة أن نتكاتف وأن ننبذ الخلاف بيننا والتشاحن اللي يحصل بين المسلمين. فإذا أردنا الأمن التام والعيش الهني إن شاء الله نساعد بعض ونساعد الفقراء، ونتفقد يعني إخواننا في الريف وهم يستحقون كل المساعدة. وأترك الفرصة لإخواننا يعني المرافقين لنا في هذه الجولة، فالآن إن شاء الله معاه أخونا الخليفة، هو رجل ختمي وفي هذه الأيام حماسه عالي لأنه أيام المولد، ففضلوا معاه إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب. فالحقيقة هذه البلاد شرق كسلة، منذ 1885 كانت كسلة تتغذى من بلاد الريف. 1585 قبل الثورة المهدية، بلاد الشرق ما شاء الله، يعني كما ترون أمامنا الأشجار والبقار والإبل، بلد كانت غنية جدا، والمدينة لا يعني كانت فقيرة جدا. فالريف أهل المدينة ممكن يهتموا بهم، لأنه الإبل والثروة الحيوانية كلها كانت تتواجد في شرق السودان، بالذات الإبل والبقار لقبائلنا أهل الشرق. فالآن الاهتمام قباب المدينة، في المدينة المحلية تشتغل المدينة، كل الولاية ولاية السودان تشتغل المدينة، ولكن نظروا لم ينظروا بعين الرحمة إلى بلادنا هذا. والبلاد هذه الشرق كانت كسل مبنية من هذه البلاد، لا والله لا زال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شاة بركة وشاتان بركتان وثلاثة غنى. والآن كما ترون أمامنا البقار والإبل والشات. هذا ما أقوله وصية لكل جميع المسلمين، وبالذات أهل ولاية كسلة يأتون بالريف. كما ترون هذه البلاد، كما ترون هذه البنيان، البيوت والخيران كلها ممتلئة بخيرات. فخير الكلام من قل ودل. جزاك الله خير، جزا الله خير أخونا الخليفة خير الجزاء، وكذلك جزا الله خير الأخ علي خليفة. أفادوا أجادوا كما ذكروا أن أهل الريف يستحقون أكثر من ذلك. وطبعا الحمد لله الريف غني بالموارد، طبعا الموارد الزراعية والرعي كله متوفر، لكن كما ذكر أخونا علي خليفة يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى تعهد من الحكومة بالتمويل وتوفير البوابير وغير ذلك، حتى يستطيع أهل الريف أن يقوموا بهذه الأرض خير قيام. وهي طبعا أرض كبيرة جدا وشاسعة، لكنها مهملة نتيجة لعدم الإمكانيات. فنرجو من الإخوة المسؤولين أن يهتموا بالريف، الريف الشرقي، شرق جبل توتيل أو جبل التاكة، فهو غني كما ذكر الخليفة جزاه الله خير. نعم، بارك الله فيك وجزاكم الله خير إخوة،
والإخوة المستمعون والإخوة المشاهدون، نسأل الله جل وعلا ينفعنا بهذه النصيحة واجعلها في ميزان الجميع، في ميزان حسنات الجميع إن شاء الله. نعم، عنده الأخ، عنده الأخ خليفة طبعا عنده إضافة، دار يذكر حقبة تاريخية معينة مرتبطة بهذا المكان، فليتفضل مجزيا من الله مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الإعانة بدءا وختما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا وصلى الله عليه وسلم. منذ نتحدث عن تاريخ شرقي كسلا أو شرق جبال التاكا أو توتيل، يعني نأخذ نبذة بسيطة جدا. منطقة أم سفري وجودنا بها كان وجود أهل القبائل الشرقية في أم سفري منذ 1906 إلى أن نصل حفرة، كانت منذ السلطنة الزرقاء حفرة 1580 حفرة، ومنطقة كرتيي كانت منذ 1906، منطقة دبلويت كانت 1918. فالآن نحن موجودين أمام منطقة أدارمان ومنطقة عدفايد. منطقة حماد سلكياي كانت وجودها من 1927، منطقة الجاك كانت موجودة 27، منطقة عدفايد كانت موجودة 1918، منطقة أدارمان كانت موجودة 1906، هذا حسب الروايات اللي سمعناها من آبائنا الكبار. منذ 1906 وجودهم كان بثروة حيوانية كثيرة جدا، بل كان مجيئهم كان من توكر، مشروع توكر كان 1717، مشروع رئيسي جدا. القطن حقه كان يصل إلى بريطانيا. فهذه البلاد يعني مهملة جدا كما أخبرنا الشيخ آدم، مهملة جدا، ولكن هي غنية من الثروة الحيوانية ومن أراضي خصبة جدا ومن أراضي استراتيجية جدا. فهذه 1906 وجودهم، هذه ترون أمامكم هذه البيوت والقطاطي وهذه البيوت الترونة منذ 1906، ومنذ 1906 لم توجد كسل أبدا إلا منطقتين، إلا الختمية القديمة والكارة فقط. بل كسل عبارة عن كانت شنو؟ أسواق، أسواق يتغذون أهل عواد، أهل قلصة، أهل سلكياي، كانوا يأتون فوجا فوجا إلى منطقة كسلا ويأخذوا العجوة والسكر والبن. بل كان تغذية ولاية كسلا من الريف، كان موجود 3 لوري فقط منذ 1840 عربية بتاعت صدرات أو حفرة، وبيجاي عربات عواد القديمة. وبالقرب نوجد منطقة أبو جمل التاريخية المخضرمة، منطقة إيجالي. أبو جمل ليس أبو جمل، ولكن ليس أبو جمل، لكن أبو جمل رواية صحيحة حرفت، هي أبو جمل. الجمل طبعا هو الجمل، الجمل، ولكن هي أبو جمل بلغة البن عامر. البن عامر، وكان يسكنون سابقا الحمران بلد تاجوج بتعالي. فنحن قبائل عربية عريقة جدا مخضرمة في هذه البلاد، تينا من بلاد توكر مهاجرين منذ 1906، ومن 1906 وجودنا في هذه البلاد وامتدادنا إلى أن ترون هذه الجبال العربية الإريترية المخضرمة، جبال أريتريا. أريتريا طبعا قريبة طبعا. أيوه. طبعا أريتريا من هنا. نعم. تقريبا 10 دقائق، 10 دقائق. وكما أن منطقة، كما أن مدينة كسلا كما ترون جبل التاكا الآن 7 دقائق، تقريبا 7 دقائق، يعني ربع ساعة بتصل أريتريا. يعني الخلافات الحاصلة الآن ما بين القبائل، لأن هذا أريتري وهذا سوداني، هذا خلافات كلها مصطنعة يراد منها تشتيت الجهود الموجودة في شرق السودان، ويراد منها الفتنة حتى يستأصلوا شأفة المسلمين خاصة في هذه البلاد، ويستفردوا بالموارد الموجودة، موارد ضخمة كبيرة جدا موجودة في شرق السودان، فيريدون تشتيت الجهود الكبيرة التي قامت على حضارات قديمة في هذه المنطقة، لكن خيب الله جل وعلا آمالهم، وخيب الله عز وجل خططهم وتدبيرهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل تدبيرهم في تدميرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.